عن التاريخ ولا مجال الحديث عن اخر انتصار لبولونيا. وهذه خطيره، ممكن الجول، ممكن الجول فعلا. ينجح نادي بولونيا في انقاذ ماء الواجه بهدف شرفي، ونتحدث ايضا عن اهداف مقبله من جانب نادي بولونيا. اذا خيمينيس يقلص الفارق، الحل من كره ثابته، الحل من كرة ثابتة، لخبطة ودربكة، لحظة ارتباك لم نشاهد على الإطلاق من دفاع نادي الإنتر، واستغلت هنا بشكل جيد من جانب هنا راميريز، ينجح في هزم الحارس كاستيلاتسي، ظل في راحة تامة، كان في نزهة بملعب جوزيبي.